عايز اتكلم عن حاجه النهارده وزير الشباب والرياضه حسمها، احنا بقالنا اسبوع بنتكلم فيها. لو فاكرين انا اتكلمت عن التعارض اللي في حاله الكابتن اسماعيل يوسف، وهل هو ينفع يبقى امين صندوق نادي الزمالك في الوقت اللي هو فيه مدير فني في نادي زد ولا لا. هرجع لكم تاني المد، انا مش هعمل زي الناس واقول لكم انا قلت في حلقه سابقه واجيب لكم الكليب وتسمعوه الكلام ده. لا سيبك من الكلام ده، بس انا عايز اشوف الماده 31 بتقول ايه. لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس اداره اي هيئه رياضيه وعضويه مجلس اداره الشركات المنشاه على وفق احكام القانون او العمل لديها بمقابل او دون مقابل، ولا يجوز لاعضاء مجلس اداره الهيئه العمل بالشركه قبل انقضاء سنتين على الاقل على انتهاء عضويتهم بمجلس اداره الهيئه. دي الماده اللي احنا كنا بنهايته ونتكلمنا مره واثنين وثلاثه واربعه، وانا حتى طلبت من السيد وزير الشباب والرياضه يقول لنا، قلت انا هسكت يعني يقول لنا ان الموقف ده سليم، انا مش هفسر القانون احسن منه ولا اللائحه احسن منه، او يقول لنا ان الموقف ده مش سليم ولازم يتعدل ويتوجب تعديله. هوريكم تصريح للوزير عن القصه دي دلوقتي سجلناه معاه. كمان اتكلم وزير الشباب والرياضه وحسم قصه انتخابات نادي الزمالك انها هتجرى على اللائحه الاسترشاديه. ولو فاكرين لما قلنا انه هي لازم على اللائحه الاسترشاديه لان في حكم طلع ببطلان لائحه نادي الزمالك، وقلنا انه الفتوى والتشريع الجمعيه العموميه للفتوى والتشريع اللي ارسل نادي الزمالك يستشيرها هي راي استشاري، دي فتوى يعني ينفذوها ما ينفذوهاش ده مش حكم محكمه، ده مجرد فتوى من الجمعيه العموميه للفتوى والتشريع التابع لمجلس الدوله. حسم برضو الوزير القصه دي، هنشوف برضو حسمها ازاي. وتسال على موضوع العمري فاروق والنادي الاهلي برضه حسم، قال لك العمري فاروق ما عندوش غير خط واحد قانون. قانون يعني ايه؟ يعني يروح المحكمه. يعني المساله معصومه وخلصانه وخلصانه بشياكه، عارفين خلصانه بشياكه؟ الموضوع ده مقفول تماما. واتكلم كمان عن اتحاد الكوره وقد ايه كان في معاناه ومقاومه من الفيفا، بين قوسين كده الفيفا يعني ايه؟ يعني في ناس هنا هي اللي بتعمل المقاومه اللي جوه الفيفا على انه ما يحصلش تعديل في اللائحه لولا أن تكتفت وتكتلت الجمعية العمومية. الكلام اللي كنا برضو بنطالب بيه بقالنا شهر من وقت ما طلعنا في ETC أنه الجمعية العمومية هي اللي هتحسم كل اللغط ده، وهي اللي هتتصدى لأي حد مش عايز يحصل تطوير، وهي اللي هتتصدى لأي حد عايز الوجوه القديمة تظل موجودة وقاعدة على الكراسي ما بتتحركش. أنا عايز أوريكم بس تصريح السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لأنه في كلام يعني مهم جدا جدا في الأربع نقاط اللي أنا اتكلمت فيهم. نشوف التصريح. اتحاد الكرة وده حدث كبير آخر، قدرنا ان احنا نفك مشاكل كبيره جدا كان ممكن تعرض لو ما كانش في حكمه في العمل تتعرض الكره المصريه للايقاف، لكن الحمد لله. لازم الناس تعرف ان بعد استقاله الاتحاد المصري لكره القدم كان لازم يكون خطواتنا مدروسه وفيها حكمه وصبر. قدرنا كدوله مصريه نغير بعض المعطيات تتماشى مع المنظومات الدوليه واحترامها واحترام الكيان المصري. الحقيقه ظهرت لنا مشكله ثانيه اللي فيها الجمعيه العموميه اجتمعت من تلقاء نفسها واجتمعت على تعديل فيما تم في اللوائح، كان لازم نقدر هذا الموضوع، لكن الاختلاف كان ممكن يؤدي إلى مشكلة أخرى. برضو احترمنا هذا الموضوع وتكاتفنا، وحصل اجتماع ليا في الحقيقة مع الاتحاد الدولي في القاهرة، وحصل اجتماع تاني برا القاهرة، وقدرنا كمان ان احنا نصل لخطة موضوعة ان يكون الموافقة، لان ما كانش في موافقة للاتحاد الدولي اساسا على عقد الجمعية العمومية. الحمد لله حصلنا على هذه الموافقة، وكمان كان في اعتراض على بعض النقاط اللي قالتها الجمعية العمومية، قدرنا ان احنا يحصل توفيق والبنود كلها يعني الحمد لله خلصت بنجاح. الان خلاص احنا في اكمال الخطة، نشرنا طبقا للقانون المصري اللائحة، تم خلاص والف مبروك. ودلوقتي خطه الطريق ان احنا متماشين مع الاتحاد الدولي، نحترم ما اخذه النادي الاهلي من اجراءات قانونيه، احنا معاه خد كل اجراءات القانونيه، بنحترم هذا الموضوع. والله التفاصيل كتير لكن مش هنقول تفاصيل، احنا الوزاره جزء الحكومي موجود، بنقول نحترم ما يتم اتخاذه، وكل الشكر والتقدير لاداره النادي الاهلي قامت بهذا الموضوع، خد اجراءاتك القانونيه كلها، احنا ورا ده واعلنا دوت. يعني من ضمن اهم الحاجات اللي اثرت هي تعديل مضمون التحكيم والتسويه والتحكيم الرياضي، وكمان دور الدوله مع المؤسسات الدوليه احترامنا ليها والدستور المصري، لكن دور الدوله بصفه خاصه من القاعده من الانديه، دي كلها حاجات حطينا ايدينا فيها. احنا لينا خط مستقيم، الحاجات اللي حضرتك بتقوليها هيتم تلافيها وتلاشيها في القانون اقره مجلس الوزراء، وهيكون موجود في ان شاء الله مجلس النواب وياخد دورته، حتى لان احنا بنعمل مش قانون جديد احتراما للمؤسسات الدوليه، احنا عدلنا
بعض الاشياء بحساسيه شديده جدا. شان انتخابات نادي الزمالك، عايز اعرف ايه اخر التفاصيل؟ اخر التفاصيل خلاص خلصت الفتوى والتشريع، احنا عملنا التفسير للمضمون واللجنه قالت لائحه استشهاديه، ثم عملنا كمان الفتوى والتشريع على اعتبار ان هو اكيد هو مش الزامي لكن استشاري لكن بيؤخذ بيه، فعملنا كل اجراءاتنا. احنا خلاص الاعلان عن الانتخابات طبقا اللي احنا بعتنا بيه على اللائحه الاسترشاديه، وطبقا للائحه الاسترشاديه من 45 الى 60 يوم بتكون العمليه الانتخابيه. اللجنه التي تدير نادي الزمالك فيها كابتن اسماعيل يوسف وهو مدير فني في زد. لا بصي، لا يعني اي كونفليكت اوف انترست، تعرض مصالح مش هيتم يعني، ده خلاص يعني، بس مش هدخل في تفاصيل كتير. احنا لينا، انا الدوله المصريه بمثلها كحكومه، بناخد المجمل العام، التفاصيل دي بتبقى مجريات ما بين الاجزاء الحكوميه، لكن لحضرتك بتقوليه صح، مش هي يعني اي كونفليكت اوف انترست تعرض يا ده. طب يا ده ده، يبقى اذا حسمها السيد الوزير اهو، وحسمها اللائحه الماده اللي احنا شفناها، فاحنا في الانتظار هل الكابتن اسماعيل يوسف هيكمل امين صندوق لنادي الزمالك، فهل قراراته هتبقى سليمه؟ يعني اذا كان الكلام ده فيه تعارض، هل هنعتبر هذه القرارات قرارات سليمه؟ يعني من ناحيه قانونيه قرارات سليمه ولا مش سليمه؟ هل الكابتن اسماعيل يوسف هيكمل في نادي الزمالك، ولا الكابتن اسماعيل يوسف هيقف ويعمل ستوب ويكمل في نادي زد ويضر مداخلك شر؟ هنشوف خلال الفترة الجاية الأمور هتمشي إزاي.